الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. نقطة بيع نورمال ما كل شيء متوفر فيها، كل شيء معناها فيها، ما فيها حتى شيء، ما فماش معناتها ما فيها حتى حاجة اللي المواطن يجي باش يشريها ولا هي نقطة بيع، معناها تمنع الاحتكار وتمنع معناها وكل متوفر فيها كل شيء، مي ما فيها حتى شيء، وهك تشوفوا على عينيكم معناها المسؤولين جاوا دشنوا معناتها زوز قجوات طماطم وزوز قجوات برقتين كهو، معناتها أو معناتها عيب وعار على الصراحة، معناها ولاية يصير فيها كيف هكا عيب. أنا أصيل القروين، نسكن في الريف البر، نسكن على القروين 20 كيلومتر، لو يعد أبوز الزيت سمعت بالمنتج المستهلك جاي للزيت هاو بيدوني في داية كل شيء بدالي، فهمني؟ جيت لقيت لا زيت، لقيت لا سميد، لا فارين، لا فهم شيء. زيت زيتون بدون زيت ب 55,000، جايب لي جبل ب 57,000 ولا 27,000 تاع جبل، اعطيني دبوز زيت واعطيني كيلو سميد وكيلو فارين باش نعاش صغاري انا. احكي لها معاه، قال لك اخويا اللي جبنا لكم الجلبانه، في الجلبانه في نصمت فيها انا ناكلها، جايبين لنا الدجاج هزيتو الصحه البارح، جبت الصحه هزيتو الدجاج اللي جايبينه، عليه تمنكوا علينا في سوسه موجود الزيت، موجود كل شيء، منتج مستهلك، هلا بالقروين عليه. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.